النوع الآخر لما يكون عندي supported R at unequal levels، لما تكون مستويات الأعمدة هي ما متساوية، يعني عمود تشوفه طويل عمود قصير والأسلاك تمتد ما بين هذين الأعمدة. طبعا هاي الحالة نشوفها لما خطوط النقل تعبر طرق سريعة، قد تعبر خطوط النقل إلى مياه أنهار أو مياه بحيرات، كذلك في المناطق الجبلية تشوف أعمدة أعلى وأعمدة أوطى. هنا طبعا الحسابات للساق راح تختلف عما أخذناها في الأكوال ليفلز. فأنت بالبداية من تجي تحل الأسئلة اللي خاصة بالحسابات الساق، لازم أول بداية نحدد هل هو هي same level لو ان equal levels. من أحدده ذيك الساعة أنا أتوجه أحل لو ان equal لو equal levels. فهسه راح نجي هنا اليوم نشتق أو نحسب المعادلات الأساسية اللي من خلالها أحسب الساق للأعمدة لما تكون ان equal levels. لنفترض انا عندي الشكل اللي قدامي هو تو تاورز، هو تاورز بي، هذا تاورز بي وهذا تاور اي، وشوف الارض هي عبارة عن نهر، يعني نهر وعليه على جانبيه اكو عمودين اللي هو الاي والبي. شوف الارتفاعات مال الاي والبي هي مختلفة، من كانت مختلفة ما راح اقدر اطبق القانون الاكوال ليفلز. هنا راح نجي نشتق القوانين اللي خاصة بي. نقطة أساسية من تجي تحل الساق، أولا أخلي في نظر اعتباري أنه الأو بوينت هي تمثل مفتاح الحل، لأنه أنا من أجي أحسب الساق في أي نقطة من النقاط الكوندكتر، من أنا أجي أحسب التدلي لأي نقطة موجودة على السلك ابتداء من التور، طرف التور من الأعلى إلى غاية الأو بوينت. أنا هذا الساق أو هذا التدلي أخذه نسبة إلى الأو بوينت، فالقانون مالتي قانون الساق اللي هو أوميجا إكس تربيع عن 2 تي، هذا بالنسبة إلى أكوال ليفلز. أنا أدور على قيمة إكس، قيمة إكس هي تمثل المسافة ما بين أي نقطة موجودة على الكوندكتر نسبة إلى الأو بوينت، المسافة الأفقية، إيش قد هذه تبعد النقطة عن الأو بوينت. زين، أريد أربط كلامي بالإن إيكوال ليفلز. لما تكون هنا إن إيكوال ليفلز، هناك قلنا إذا كان عندي متساوي وأريد أنا أحسب مثلا الساق على أعلى نقطة اللي هي التور، ما قايل حدد لي نقطة تبعد مسافة معينة، يعني يريد الساق ومباشرة أريد الساق وسكت ولا عند العمودين متساوية. فهنا مباشرة قيمة الإكس هي تساوي المسافة ما بين العمودين على 2، سواء أخذت العمود من جهة اليمين أو جهة اليسار، لأن الأو بوينت تكون في منتصف المسافة بيناتهم. على جهة اليمين على جهة اليسار هو نفس الترخيم نفس التدلي، تمام، لأنه الإكس يساوي إر على 2. هنا راح يختلف الكلام بالنسبة لـ unequal unequal levels. هنا عندي العمود A راح يبتعد في مسافة مقدارها x1، والـ B راح يبتعد في مسافة عن الـ O point في بمسافة مقدارها x2. ملاحظة مهمة أنه الـ O point هنا ليس بالضرورة أن تكون بمنتصف المسافة، يعني هنا الاو بوينت ليس في منتصف المسافة ما بين بي او اي ما بين العمودين، هنا مو في منتصف المسافة. منتصف المسافة ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا، ما نعرف، يعني هاي راح نعرف فيما بعد شلون نلقى منتصف المسافة بين العمودين. لكن هنا الاو بوينت اللي هي اوطى نقطة بالسلك ما تمثل منتصف المسافة بين العمودين، لكن نقدر احنا نوجدها بطرقنا هسه بالطرق الحل، راح نقدر نوجد وين هي نقطة
الاوطى الميد بوينت يعني اللي هي منتصف المسافه، الميد بوينت مثل منتصف المسافه، اورجنال بوينت هي اوطى نقطه. هنا الاورجنال بوينت ما تساوي الميد بوينت بالنسبه للان ايكوال ليفلز، بينما بالايكوال ليفلز تساوي. الميد بوينت هي منتصف المسافه بين العمودين، هنا ما تساوي. فاول شيء تعريفات الال هو المسافه ما بين العمودين، هذه المسافة ما بين العمودين هو الـ L، تمام؟ هذه هي المسافة ما بين، هذا هو L ما بين العمودين، تمام؟ هاي اتفقنا عليه. H شنو؟ مثل ما نشوف هذا بالرسم، إيش؟ H يمثل الفرق ما بين ارتفاع العمودين، لنفترض هذا 50 هذا 40، ف50 ناقص 40 الـ H مقدارها 10. X1 هي مسافة العمود A اللي هذا A، مسافة العمود A اللي هو يمثل lower levels اللي هو A من نقطة O، بينما X2 هي distance of supported at higher level B نسبة إلى الـ O point. طبعا مجموع الـ X1 زائد الـ X2 المفترض يساوي L. زين، التنشن هو متساوي في أي نقطة من نقاط الكوندكتر، ويقاس بوحدات الكيلوغرام او النيوتن، والوزن ايضا ال W هو وزن ل 1 متر من الكوندكتر. فمن اريد اجي احسب الساق الاول، هذا الساق الاول للعمود الاول، راح اقول الساق الاول يساوي الوزن في X1 تربيع على 2 تي. ما قلت X، ليش؟ لان هنا قيم X1 تختلف عن قيمة الـ X2. هذا هو بالنسبة للساق الأول، أوميجا الوزن في المسافة اللي يبتعد بها العمود الأول عن O point على 2 T، بينما الساق الثاني يساوي أوميجا في X2 تربيع على 2 T. زين، هذا الساق اللي يطلع عندي هو vertical ساق، تدلي عمودي. زين، بما انه ال A الله انا هسه قبل شوي قلت هو مجموع المسافتين، لو شوف هو X2 زائد X1 يساوي ال L، تمام؟ وال S2 ناقصا S1 شو يساوي؟ الساق للعمود الكبير ماينص الساق للعمود الصغير، عوضه اوميجا S2 تربيع على 2 تي ماينص اوميجا X1 تربيع على 2 تي يساوي الساق الثاني ناقصا الساق الاول، تمام؟ الساق الثاني ناقص الساق الاول يساوي، طلع الاوميجا على 2 تي عامل مشترك، يبقى X2 تربيع ناقصا X1 كل تربيع. بعد انبسط هاي المعادلة راح تصير ساق 2 ناقص ساق 1 يساوي اوميجا على 2 تي، هذا فرق بين مربعين، ف X1 زاد X2 X1 X2 ناقص X1، تمام؟ بما انه ال X1 زاد ال X2 هي تساوي L، تمام، و اذن ال X2 يساوي L ماينص X1، وكذلك الساق، بما انه اني قلت الفرق بين العمودين يمثل ايش، فايضا الساق الفرق بينات الساق الاول والساق الثاني، الساق الثاني هو الساق الاول ايضا يمثل ايش، فاذا S2 ناقصا S1 هو يمثل ال H، فراح نقول H يساوي، نرجع نصفي هذه المعادلة، S1 ناقصا S2 ناقصا S1 هي مثل ال H أوميجا على 2 تي X1 زائد X2 في X2 ناقصا X1 يساوي، ويساوي H يساوي أوميجا L. ليش L؟ لأنه هاي طبعا L، ليش L؟ لأنه X1 زائد X2 يساوي L، ف H يساوي أوميجا L على 2 تي X2 ناقصا X1، تمام؟ إذا هسه X2 ناقصا X1 شو يساوي؟ 2 تي في اتش على اوميجا ال. زين، بما انه ال ناقصا X1 اعوض قيمه ال اوحد، يا اما اخليها بدلاله X1 يا اما اخليها بدلاله X2، فراح نخليها بدلاله X1. بما انه كل X2 تساوي هي ال ماينص X1، فهسه نعوض ال ماينص X1 ماينص X1 بالحقيقه، من اجي اعوض هنا يعني X2 راح اعوض بمكانها L ماينص X1 ماينص X1 يساوي 2 تي اتش اوميجا L. هذه المعادلة
من اصفيها راح احصل على قيمه الاكس 1 تساوي ال على 2 ماينس تي اتش اوميجا ال، واكس 2 تساوي ال على 2 زائد تي اتش على اوميجا ال. هذه مهمه العلاقه حتى احسب بيها التاور الاول ايش قد يبتعد عن الاو بوينت، والاكس 2 ايش قد تبتعد اللي هي تمثل التاور الثاني ايش قد يبتعد عن الاو بوينت. بالتالي قدرنا نوجد الاكس 1 والاكس 2، وبعدين من قدرنا نحسب الاكس 1 والاكس 2 قدرنا نحسب الساق الاول وقدرنا نحسب الساق الثاني. بالمناسبه هذه الاو بوينت اللي هي الاورجينال بوينت اللي هي اوطى نقطه، ممكن تكون هذه اوطى نقطه ما بين العمودين وليس بالمنتصف. يعني هسه مثل الرسم اللي قدامي هو ما بين العمودين، موقعها هاي الاو بوينت موقعها ما بين العمودين، هذا هو العمود وهذا هو العمود، يعني في المسافه ما بين العمودين بس مو منتصف المسافه. يعني ناخذ مثال مبسط، مثلا المسافة هنا بين هذا العمود وهذا العمود 200 متر، مثلا 200 متر بين العمودين، منتصف المسافة مالتهم هي 100 متر، بس ممكن ألقى الأو بوينت مو بال 100 متر، ممكن ألقى الأو بوينت منا مثلا الإكس 1 منا 50 ومنا 150. يعني نلقى العمود الأول يبتعد عن الأو بوينت 50 متر، ونلقى العمود الثاني يبتعد عن الاو بوينت 150 متر، معناها ان هنا ما صارت بالمنتصف الاو بوينت. تمام هي بين العمودين بس ما صارت في المنتصف، صارت انه تبعد عن العمود الاول 50 متر وتبعد عن العمود الثاني 150. اذا الحاله الاولى ممكن يكون الاو بوينت بين العمودين، ممكن الاو بوينت تكون خارج العمودين. يعني بتجي في بعض الحالات تلقى هذا العمود الأول، هذا العمود الثاني، هذا مستوى الأرض، خلينا نقول هذا العمود الأول هذا العمود الثاني، وهذه هي الأو بوينت. الأو بوينت تكون خارج العمودين، يعني الأو بوينت تصير يعني أوطى نقطة بالسلك يصير خارج العمودين. طبعا وهذه الحالة دائما نشوفها بالمنحدرات الجبلية، يعني نشوف العمودين يعني السلك كأنما يجي بهذا الشكل الى ان يصل او بوينت خارج العمودين. زين، يعني يكون الاو بوينت هنا هو خارج العمودين. شنو اللي يحدد لي انه هاي الاو بوينت او الاوطى نقطه هي خارج العمودين او داخل العمودين؟ اللي يحدد لي خارج العمودين او داخل العمودين هي قيمه اكس 1. فإذا كانت قيمة الـ X1 بوزيتيف، يعني بعد ما طبقنا L على 2 ماينس تي اتش على أوميجا L وطلعت قيمة X هي بوزيتيف موجب، هنا تكون موقع الـ O بوينت بين العمودين. أما إذا كانت نيجاتيف، إذا كانت قيمتها سالبة، فإذا كانت سالبة هنا تكون موقع الـ O بوينت خارج العمودين، وناخذ قيمة اكس 1 من نجي نطبق قيمتها ناخذها بدون إشارة. يعني من نقول سالب 50، هذا السالب فقط حددت لي موقع العمودين وين، بعدين من اجي اطبقها بالقوانين يصير اكس 1 قيمتها 50. تمام؟ زين، ملاحظة، طبعا انا عندي مجموعة من الملاحظات بس انا اخذت فقط هذه الملاحظة لان احتاجها بالامثلة. الملاحظات لانه ما اقدر احكيها هسه لانه بعد مواضيع هوايه فما قدرت ناخذها في هذه المحاضره، حتى شوي الموضوع يكون افهم الى ان نبتدي او ناخذ او نتعمق اكثر بالموضوع. فاخذنا فقط الفاكتور اوف سيفتي، عامل الامان او عامل السلامه، اللي هو يعرف على انه الماكسيمم تنشن اور التيميت اعظم شد مقسوما على الاكتشوال تنشن. اكتشوال تنشن التنشن اللي اشد بيه الاسلاك مالتي، والماكسيمم هو اعظم تنشن. طبعا هذا المقدار دائما يكون اكبر من واحد، حيث الماكسيمم تنشن از تنشن ذات ديزاين فور كوندكتر اند ماكسيمم فاليو، يعني الاعظم
تنشن تحمل الكوندكتر، بينما الاكتوال تنشن هو اللي يصمم واللي يعمل به الكوندكترات اللي انا شاد به الكوندكتر. عندي مثال، خلي اخذ هذا المثال لانه مثال قصير، بعدين اخذ مثال اخر. المثال الاول 132 ترانسميشن لاين هاز فالون داتا. عندي الوزن لكيلو، طبعا خليها في بالك ملاحظة، القوانين مالت اللي حكيتها قبل شوية بالسلايدات السابقة، دائما حساباتي لون متر، فإذا لقيت الكيلو متر مثل هذه فلازم أحولها للمتر. فأول شيء وزن الكوندكتر هنا عندي هو 680 كيلو غرام لكل كيلو متر. مرات ينطي نيوتن، ما عندنا مشكلة، نفس الشيء. فلازم أحول هذا للمتر، فأقسم 680 مفروض على 1000 حتى أحصل على كيلو غرام لكل متر. فأشوف هنا بالحل 680 على 1000 حصلنا 0.86 كيلو غرام لكل متر. تمام، المسافة ما بين العمودين with same level، إذن هذا العمودين شبيهم، متساويين بالمسافة بالمستوى، متساويين بالارتفاع. فإذا الحالة الأولى لما يكون سالب الارتفاع المسافة بيناتهم 260 متر. زين، احسب الارتفاع التور، يعني نريد ارتفاع هذا العمود من الأرض ايش قد above ground عن الأرض. above ground at which the conductor should be supported. إذا كانت ground clearance، هذا المصطلح ground clearance يعني المسافة العمودية الأرضية ما بين أوطأ نقطة و الأرض، اللي هي ما بين المينيموم بوينت وما بين مستوى سطح الأرض، كان عندي 10 مترات. هنا مطلوب من عندي أن أوجد ارتفاع التوا. خلينا نرسم هذا الرسم. إذا قلنا هذا هو مستوى الأرض، هذا هو مستوى الأرض، هذا هو العمود الأول، هذا هو العمود الثاني، متساويين نفس الارتفاع. شوف هذا هنا لازم متساويين نفس الارتفاع same level. هذا هو الكوندكتر يكون ما بين العمودين، لنفترض هاي هي نقطة الاو بوينت اللي هي تكون في منتصف المسافة. زين، ايش رايد هو بالسؤال؟ رايد ارتفاع العمود، سواء هذا العمود او هذا العمود ما عندي مشكلة. زين، نعطيني بالسؤال هاي المسافة اللي هي 10 أمتار، مطينا هاي المسافة شيل 10 أمتار، ويريد ارتفاع هذا العمود شيل. شلون أوجد الحل؟ الحل بسيط، يعني هنا ارتفاع العمود هذا شو يساوي لهذا ارتفاع العمود؟ تقدر تجمع هاي المسافة وهاي المسافة يعطيني ارتفاع العمود. تمام؟ زين، بقت هاي المسافة منين أجيبها؟ لو نرجع للمحاضرات، هذه المسافة من أريد أجي أحسب الساق، شنو أحسب الساق؟ هو من أعلى نقطة أو أي نقطة أختارها أنا نسبة إلى الأو بوينت. فإذا اخترنا هاي النقطة نسبة إلى الأو بوينت، هذه هي الأو بوينت، هذا هو الأو بوينت، راح تطلع لي هاي المسافة. فهذه المسافة ايش تمثل؟ تمثل الساق مال الكوندكتر من العمود إلى الأو بوينت. إذا طلعنا هذه المسافة وضفناها للعشرة متر اللي هو ناطيها الجراوند كليرنس، المسافة العمودية من أوطى نقطة للأرض، راح أقدر أوجد ارتفاع العمود. فإذا هسه راح أجي أنا أوجد هذا الساق اللي هو عندي القانون مالته، الساق يساوي أوميجا إكس تربيع على 2 تي. هسه راح أدور على هاي المعطيات. الوزن هو طلعناه ب 68 للمتر الواحد، الإكس تربيع هي المسافة، المسافة شو تمثل؟ الميد بوينت. لو قسمنا ال 260 على 2 راح يطلع عندي المسافة 130. تمام، 130 المسافة. التنشن هو ناطيني بالسؤال، لو تشوف السؤال ناطيني ultimate tension يعني الماكسيمم تنشن. انا ما اشتغل بالماكسيمم، اشتغل بالاكتشوال، بس ناطيني سيفتي فاكتور،
فمن قانون سيفتي فاكتور اللي هو اعلى سلايد يساوي الماكسيمم تنشن على الاكتشوال تنشن. فاذا الماكسيمم تنشن على الاكتشوال تنشن، فعلى مود اطلع الاكتشوال راح اقسم الماكسيمم على 2، السيفتي منطيه 2، يطلع 1550 كيلو غرام او نيوتن. نفس الشيء اذا صار عندك كل شيء معلوم، راح تجي تحسب الساك اوميجا ال 8 تي، او تريد تقول اوميجا اكس تربيع على 2 تي، نفس الشيء يطلع 3.7. اذا المسافه من الاو بوينت الى اعلى العمود طلعت 3 مترات بوينت 7. نضيفها للعشره اللي هي من اوطى نقطه للارض، راح يطلع 10 زائد 3.5 يساوي 13 بوينت 3.7، عفوا 3.7، يطلع 13.7 متر. اذا ارتفاع هذا العمود يطلع 13.7 متر عن مستوى سطح الارض.